يبقى احنا يا ولاد اخدنا المره اللي فاتت السبجكت بروناون، خلاص السبجكت بروناون، وقلنا السبجكت بروناون ده ضمير الفاعل، وضمير الفاعل ده بيحل محل الاسم، بيحل محل الايه الاسم. عندي رميساء، بدل ما اقعد اقول رميساء كتير، لا انا مكان رميساء استخدم شي. عندي مالك، بدل ما اقعد اقول مالك كتير، مكان مالك هنقول هي. تمام، عندي مثلا the students اللي هم الطلبه، بدل ما بقعد اقول the students كتير هقول ايه they. تمام كده. طيب لو عندي يا اولاد مثلا عشان جت في الامتحان وقلنا عليه، لو عندي توم اند جون، توم اند جون نبدلها بايه؟ they. توم اند جون نبدلها بthey. ولو كانت جت كلمه the boys برضو ابدلها بكلمه ايه؟ they. طب لو كان جالك توم and I ابدلها بايه؟ توم and I بوي جدعين. طيب لو جالي توم and you ابدلها بايه؟ بيو. very good. خلاص كده. يبقى لو جالي يا اولاد اسمين ابدلهم بزي، لو جالي كذا اسم ومعاه كلمه I ابدلها بوي، لو جالي كذا اسم ومعاه كلمه you ابدلها بايه؟ subject pronoun. لو انا بتكلم على نفسي لوحدي اقول ايه؟ I. طب لو بتكلم على نفسي في وسط جروب وي. طب بكلم حد في وشي، بخاطب حد في وشي، لو حد وحده زي رميساء اقول عليها ايه؟ اقول لها ايه؟ يو. طب لو بكلمكم كلكم اقول لكم ايه؟ يو. طالما وشي في وشكم. طيب في العربي حاجه اسمها ضمير الغائب، ضمير الغائب ده حد مش موجود او حد مش عارف ان انا بتكلم عليه. طيب لو ولد لوحده اقول عليه ايه؟ هي. لو بنت لوحدها؟ غير عاقل لوحده؟ ايه.